ربنا رحمها وزادت الفترة الأخيرة يعني بدأت تتعب، فربنا رحمها وزادت في الجنود يعني يا بختها طبعا، لأن هي طبعا كانت ست فاضلة أو ست يعني حاجة أو مصلية كنا بنقول لها حاجة شهيرة على طول، فربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر جمهورها ويعني عزانا أن أعمالها طبعا أعمالها ما زالت في كل المجالات تفرض نفسها يعني، وأعداد كبيرة جدا من المسلسلات والمسرحيات والأفلام والحاجات والمسلسلات الإذاعية، ربنا يرحمها ويتغمدها برحمته. عارفين حضرتك ما تتأخرش عن حد خالص من الفنانين، هل كنت على تواصل بيها وهي في المستشفى أو حتى من كنت على تواصل بأسرتها طبعا بلا شك، يعني كنت على تواصل بأسرتها وكنت متابع أول بأول، والحمد لله على كل شيء يعني، لأن نفذ قضاء الله يعني في الآخر لا نملك غير إن إحنا نقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. بلد الله والوطن العربي كان عندها رسالة وكان عندها كمان قدرة جدا على التصاط مع فنها والتصاط مع رسالتها والتصاط مع صحفتها، فنانة مثقفة جدا، وكانت صديقة شخصية وكنا جيران في السير زايد وصديقة عائلية، ويعني من أكثر الناس اللي حزنوا عليها، بعتبر نفسي إنها خسرت صديقة وخسرت فنانة كبيرة جدا. سهير البابلي من أعمدة المسرح العربي كله، فبالتالي يعني جايين النهارده نعزي انفسنا ونوزع انفسنا. شكرا. فنانة كبيرة تاريخ طويل، تميز في كل حاجة سواء المسرح او في التلفزيون او في السينما، كان ليها شرف اني اشتغلت معها وانا صغير، لها كل الاحترام والتقدير في حياتها وبعد ما ماتت. الله يرحمها ويحفظها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. طيب باشا عامل سيبوا ناوي يا ريت يبقوا موجودين بكره الصبح ولا حاجه عشان نروح نجيب بقى، لان انا الجمعه ما يعني. طيب ونبي لو اول يضع مساء بس ونبي ماشي يعني، يا ريت يبقى بكره مش هنجي له مستعمل مخصوص. نعم. شوف نصور نصور في الجديد كل شيء. أمين. انا كل ده طالع بريس بس انا يعني عامل زحمه قوي. تعالى ورا انا شايفك، تعالى امشي كده امشي كده داخل على الباب زيرو ذا سبيس مين تعالى عزيز تعالى بقى تعالى مين عزيز الباب السر حد عيد الجو ولا اي حاجه يا عزيز انا اصلا مش